يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي مال حال عليه الحول، وأتذكر الشهر الذي وجدته فيه إلا أنني لا أتذكر، يقول عندي مال حال عليه الحول وأتذكر الشهر الذي وجدته فيه إلا أنني لا أتذكر اليوم بالضبط، فهل يكفي أن أخرج الزكاة في أي يوم من أيام ذاك الشهر؟ يقول وجدته، شلون وجدته؟ هو لقطة يعني، كيف وجدته؟ أو يقول اكتسبته يعني، أو تملكته، لا يذكر اليوم الذي تملكه فيه، هذا يجتهد، إذا تم الحول بنظره وغلبت ظنه يزكيه. نعم.